مع أجواء الشتاء الباردة أحتاج إلى شراب ساخن يوفر لي الدفء والطاقة والحيوية. شاي بنكهة عشب الليمون والبندان هو خياري المفضل كشراب صحي ذو نكهة جيدة. شاي مفعم برائحة عشب الليمون ذو النكهة الحمضية الخفيفة ورائحة عشب البندان ذو النكهة المميزة الذي يشبه نكهة الفانيليا، وهذان النكهتان عشب الليمون والبندان يتماشيان معا بشكل جيد. شاي سهل التحضير، لا يتطلب العديد من المكونات أو الكثير من الجهد. شاي يقدم في المنتجات الصحية سبا في تايلاند كمشروب ديتوكس منعش صحي ولذيذ. أحتاج إلى عود من عشب الليمون وهو متوفر في السوبر ماركت الكبيرة ومحلات بيع البضائع الآسيوية. 3 إلى 4 أوراق من عشب البندان ستجدونه أكثر في محلات بيع البضائع الآسيوية، وممكن استبداله بشرائح الزنجبيل. كما أحتاج إلى 2 أو 3 كوب من الماء. أبدأ بقص أوراق البندان العشبية إلى قطع صغيرة. ومع أن هذه الأعشاب مفرزنة، لكن رائحة البندان تركت أثر عبق ورائحة مميزة في أصابعي. أحتاج أيضا إلى عود من عشب الليمون وهو أيضا مفرزن في الثلاجة ومقطع إلى قطع يسهل حفظه. أقوم بضرب العشب بحافة السكين الحاد أو هرسه بالمطرقة الخاصة في المطبخ لإطلاق رائحة العشب في المشروب. ثم أبدأ بتقطيعه إلى قطع وسط. أضع قطع عشب الليمون والبندان في قدر وأصب مقدار الماء 2 إلى 3. أضع القدر على النار حتى تغلي الماء مع المكونات 5 دقائق أو أكثر. أثناء ذلك نلاحظ تحول لون الماء إلى مزيج من اللون الأصفر والأخضر الفاتح. الأصفر هو اللون الناتج من عشب الليمون والأخضر هو اللون الناتج من عشب البندان. وبعد ذلك أصفي المشروب من الأعشاب وأضعه في إبريق الشاي. بذلك يكون شراب عشب الليمون مع البندان جاهز تناوله. يشرب سادة أو مع إضافة عصير الليمون. وممكن تحلية المشروب بقليل من العسل.
ويمكن أيضا إضافة الشاي إلى المشروب. شراب عشب الليمون مع البندان يمكن تقديمه كشراب ساخن دافئ للشتاء كما تقدم، ويمكن تقديمه كشراب منعش بارد لفصل الصيف. بعد غلي عشب الليمون والبندان بالمقادير السابقة 5 دقائق، أضيف 1/3 كوب من السكر. انتظر حتى يغلي المشروب ويذوب السكر. أصفي المشروب من الأعشاب وأضعه في إبريق الشاي وأتركه يبرد. أحضر كأس مملوء بكمية من الثلج. أعصر حبة ليمون أخضر أو أصفر، الكمية التي تحب. ثم أصب عليه مشروب عشب الليمون مع البندان البارد المحلى. شراب عشب الليمون مع البندان المنعش البارد جاهز تناوله ومناسب لفصل الصيف.